بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده على جزيل نعمه وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز والنجاة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمام مقرزي يصافوت يهونو مخفي يتبالو كتابات شولي، إمام الشافعي رضي الله عنه قبس مدر لا إيالو رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فأخبره. رسول صلى الله عليه وسلم بهل ما تشو إمام الشافعي أينا، رسول صلى الله عليه وسلم لإمام الشافعي عند نقر النقراتشو أدرى الزلنو أن المحنة ستكون، وأن الإمام أحمد بن حنبل سيمتحن. افتاب فتاتشن فتنان دالنا كباد فتنان دمي كست بزه فتنا ليدقمو إمام أحمد بن حنبل اندمي فتنو رسول صلى الله عليه وسلم لإمام الشافعي بهل ما تشومتو أو قواتشو. قال الربيع بن سليمان، ربيع بن سليمان يتبالى أندسو، فكتب الشافعي كتابا وختمه. شافعي وديونو دبداب بيزعفنا ما حتم التوبت، ثم قال لي يا أبا سليمان انحدر بكتاب هذا إلى العراق، يهنن كتاب زه ودع عراق تقوز، واذهب بكتاب هذا إلى الإمام أحمد وأعطه له ولا تقرأ. يهن الكتاب مكتتا إراق ستدرس لإمام أحمد ستأتشو اندات تانب ودرا للي لمسو اندات ستأل نيالا. فحملت الكتاب إلى العراق، كتاب تشكمي ودع عراق تقواس كنيالو. فوجدت الإمام أحمد يصلي سنة الفجر، سنة الفجر يفجر سنة يسجد إمام أغنيها تشو إمام أحمد. فلما انتهى من الصلاة، صلاة لك سجد لك الرسول، قدمت له الكتاب، كتاب أقرب كل شو نسطها شو، فعرفني أوقنين وقرأه كتاب ما نببتنا. فلما جاء عند موضع فيه بوتاو لي قدعو بدم بيتقلس أبت بوتاو لي سيدرسو كتاب لي بكى ألقص إمام أحمد. قلت له بي الكواتشو ما يبكيك يا أبا عبد الله، أنت يا عبد الله باتوي من دنهم يسلك صبي الكواتشو. قال لي الشافعي يذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشره أني سأمتحن. إمام الشافعي لني ينقرني ويصعف لي من بلو رسول صلى الله عليه وسلم أحمد بن حنبل يفتنا البلو يمسراش اندنقرو تينقرنينو انديد دسمي الزينانو يزهلن يمتأهو بلو بدستالك قصو إمام أحمد. سبحان الله، فتنا لفتنو كالله اندم يفتنو سينقراتشو دسلاتشو. وانا أسأل الله لالو إمام أحمد سيكتلو إما الله نتأيق وادلو سبحانه تراتي تقبون قيتا أن يحقق ذلك قريبا بكربو يهن النقر اندي عدر قولا من والوال. يزن ساعت دنقطة الكنينة كنا الكنينة ربيع من إلال كنا بي أيها تشونا. فقلت للإمام أنت إمام هوي، هذه بشرى، إيه قوات لك يمسراتي يدرسونه، فأين الجائزة؟ يتال يمسراتي يزيه يمتهوتني، يتال مكفرين كفية يبي يتيقواتشو. فخلع الإمام أحمد ثوبه الذي يلي جلده وأعطاه لي.
لبسون تغلات شولاي يتتعبكو اللبس أولكو لن يستطيع منا لبسون. فلما رجعت إلى المصر ودقبص سملس رويت ما حدث للإمام الشافعي لإمام الشافعي يهون النقر هلو باتك علي نقر قاتشو إمام الشافعي من ألوين من سلواغين يهاتشو يا ليتني لو ظفرت بثوب الإمام أحمد ويمن يوتي من ألا يا إمام أحمد اللبس أني تكبي بهن ونرو بلو إمام الشافعي رحمة الله عليهم سيقج أيهاتشو لنا الربيع ابن سليمان سبحان الله. إخوة الكرام فلفوا بكفل سوست تمهرتات شلاي يا إمام أحمد بن حنبل تارك سنة الرك مأمون يتبال نقوس بهلت متو سبع كبابي بمتو سبع كبابي يتولد ربيع الأول الناتاتشو بمتو آي موتتشي هونتش مراحل يمتبال النات كاباتو دقمو هادي كتبال أبات يتولد نقوس عند تولد نقرقن بزو يسني علماء فقهاء الشملي عندك الراء قلت أنس النابكاء بمش الرشاقين فلسف النان تمرو بفلسف النالي بسفيو عند تزفك أيتنا إمام أحمد إيه دعاء إيهنن الله بملك تنيا وأما خانينت إنديايوت ياد الرقات شو لإمام الشافعي إمام الشافعي يملسات شو يقلس الله شو هل من كايو بهلا ست أبابك وينبرو تنفتنا عن دبلو لجمرو ودا مأمون بيت منقست يهدو بتنقود أيتنا مأمون بيت منقست قر بميدر سبت ساعتم بمبرككات شو ودكو دعاء مأمول لي انداد الرقبت ايتنال مأمونم ولو سادر وديونو تامم رموشن يتوقع يوم الخميس اسراهولت حاموسلت اسراهولت كاناتو تشسي كاروت رجب للتناكك بأسرا سمنت مالتنو بأسرا سمنت بهولت متو هجراء كبابي لي هوتو ودي آخرا عند تشقاقر عيتنا مأمون بمش الرشام لي بموت شعف لي إيال هولت نقر عادي رابلو لمعتسيم كالزهاقر ودى آخران دى تشقاقرم تملك تنال نزهو لتنقروج عند نيو الاستمرار بالمحنة يهنن فتنا بسفيو عند التانسرافو عدرا بلوت متوال بهو لتنيا درجة دقمو عدرا عبدو آدن عند التنكباكبو السم منا قرونا منا قرهن نقر عند التسامه وعند التكبله بلو عادرا بلو لمعتسم نقس الناون أسرك كبار. طيب معتسم بلو مالت هو أبو إسحاق يسحاق عبات محمد بن هارون الرشيد يا هارون الرشيد لجي هونو محمد يبالل يتولدوا ودا متو سمانيا أمت هجرة أكوابينو إمام الذهبي سمانيا زت أني لينو يتولدو بلو إلالو يتولدو بتم كوفا لينو الناتاتشو ماردات بلالج إمام الشافعي قار قرد هنا تسرايا نبرشت نتشوها لالي هارون قار قرد هنا ستسرايا نبرشت نتشاق بتوات
ያቆያት ማለት ነው። ይሄንን ሰውዬ ሙዕተሲምን ኢማሙ ሲዩጢ ሲወስፉት ምናሉ ዑርያንን ሚን አልዒልም ይላሉ። ከዒልም ነፃ የሆነ ሰው ነው፣ ምንም ዒልም የሚባል የሌለው ነው፣ እርቃኑን ያለ ሰው ነው ብለው ወስፈውታል። وكان يقال له المثمن دباو يبال نبرا وفرامو دمالتنا مخنياتهم كهارون الرشيد لجوج وسط محكل كأسرو لجوج بتقام كأسراس منتو لجوج بتقام وفرامو السنو كأسراس منتو وفرامو السنو طيب امام الذهبي سلم معتصم كان المعتصم الى له معتصم كون نبر من اعظم الخلفاء مدر لاي قالو تللق نغسات وسط عنده نبر واهيبهم لولا ما شاء سودد الله سبحانه وتعالى يهنن مطفو نغر وسط اندي سمارا يعني الله باي فقد لتم السو لاي يعني السو الله يالود يما يودون نجر لاي بمسماراتو نجراتوچ تبلاشو انجي كوتادراوي اغزاز لاي يبقله كمهون وانصار قرانن مخلوق نو بلو يهنن محنا مانصرافات مانصرافاتو نم انجي حزبو زند ماننياوم وتادرم زند እጅግ የሚፈራ ሰው ነበር፣ በጣም ግርማ ሞገስ ያለው ሰው ነበር ይላሉ ሙዕተሲም። ሙዕተሲም በ 227ኛው ዓመተ ሂጅራ ወደ አኺራ የሄደ ሰው ነው። ይህ ሰውዬ ለክ መእሙም ሲሞት ወዲያውኑ ስልጣንን ተተካ። መእሙም ኪታብም ቀርቷል ሐዲስንም ቀርቷል ጎን ለጎን ደግሞ ፍልስፍናንም ቀርቷል። ፍልስፍናን ቀርቶ ይዞት ገደል ቢገባም ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ከምንም አይነት የሆነ ዕውቀት የጸዳ ነው። hatta تلك معرخوس يناገሩ ምን ይላሉ hatta رشيد راسو يهنن لجون يعني መጻፍና ማንበብ ስለሚጠላ ትምርት ቤት እንዳይሄድ ያደርገው ነበር። ታዲያ ኢማሙ ሻፊዒ ኢማሙ አህመድ ይሄንን ሰውዬ መግጠም ግድ ሆነባቸው። አቢድዋድ ወዲያውኑ ሙዕተሲም ከተተካ በኋላ ማእሙንን ወደ ቀበሩ ሸኝተው ሁሉ ነገር ቦታ ቦታ ካደረጉ በኋላ ባስቸኳይ ትእዛዝ መልእክትን አስተላለፈ ለሙዕተሲም። ሙዕተሲምን በቀጥታ በዚህ ሁኔታ ላይ ሳለ ትእዛዙን ተቀብሎ ይተገብረው ገባ። አቢዱአድ ያስተላለፈው መልእክት ይህንን ሚህናን ፊትናውን በደንብ ማሰራራት አለብህ፣ የወንድምህን መንገድ ልትከተል ይገባሃል ብሎ ነበር የቀየሰው። ኢማሙ አህመድን ማሰር ውሳኔ ሆነ። ወደ እስር ቤት ኢማሙ እንዲወርዱ ትእዛዝ ተላለፈ። በዚህም ሰዓት ኢማሙ አህመድ ረህመቱላሂ ዐለይሂም ረህመተን ዋሲዓ ወዲያውኑ የዩሱፍን የነብዩላህ ዩሱፍን ቃል አነበቡ። ምናሉ ረብ ሲጅኑ አሐቡ ኢለየ ሚማ የድዑነኒ ኢለይ፣ ጌታዬ ሆይ እስር ቤት እነሱ ተግብር ብለው ከሚጠሩኝ ነገር ወይም አድርገው ከሚሉኝ ነገር የተወደደ ነው አሉ። ኢማሙ አህመድ በቀጥታ እስር ቤት ወረዱ። ዘብጥያ ያልታሰበ የሆነ ከባድ አደጋዎች ተከሰቱ። የሚታሰሩበት መታሰሪያ ካቴናቸው ከነሱ ሰውነት በላይ ይሆናል፣ እጅግ በጣም ይከብዳቸዋል። ስፋት ስለነበረው hatta እዛ እስር ቤት በዚህ ካቴና ላይ ታስረው እንኳን አምስት ወቅት ሰላት ቀጥ አድርገው ይሰግዱ ነበር። ሱናዎችን ጨምሮ አንዳንዴ በሚሰግዱበት ሰዓት ላይ
ካቴናዎቹ ከመክበዳቸው የተነሳ ከሰፊነታቸው የተነሳ ለመቀመጥና ስጁድ ለመውረድ ስለማይመቹ እባታቸው ድረስ ከፍ ያደርጉትና ባታቸው ላይ አጣብቀው ነበር ሐታ ውዱ ሲያደርጉ የሚያደርጉት ማለት ነው። በእንደዚያ አይነት ሁኔታ ሰላትን ሲሰግዱ ቆዩ። ነገር ግን ስቃዩ ስር ቤትም እየበረታባቸው መጣ። ስቃዩ በሚመረታበት ሰዓት አጎታቸው እስሐቅ የተባለው ሰውዬ አጎታቸው ነው በቀጥታ ወደ እነሱ መጣና ከነሱ ጋር የተያሰሩ በጣም ብዙ ዑለማዎች ነበሩ። አንዳንድ ሙአርኾች እንደሚሉት ወደ 26 ዑለማዎች ነበሩ። እነዚህ 26 ዑለማዎች በተቂያ ምን ማለት ነው? يعني سويو إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لبو أمنة ليس أنهن نقر قن تقدو حيمانة اندي كير يتدرق سو سيكر ليلة وباتك علي الله سبحانه وتعالى يمروا لندز عين السو نقر قن فلقو يكفرك هنا السو كافر نو نقر قن تقدو النا حيمانة بقد اندي قد تدرقوك هنا يعني تناقرو بيوتع قرآن مخلوق نوبيل منم شجر يلوم يميلون يزو باستكوي بند الزعينة نتا حارت يميهونو علموش تمل سوال يعني قرآن مخلوق نوبيلو واتوال كالنسوغار تاسروين ببرا نقرقن كالنسوغار كتاسروت عند سو كارتون ببرا كالساتشوغار إهم محمد ابن نوح يتبالو واتاتلج محمد ابن نوح يتبالو واتات ደብደባቸው አስቀይቷቸው ብዙ መከራን ካሳያቸው በኋላ ከአንድ ስር ቤት ወደ አንድ ስር ቤት በሚያሸጋግሯቸው ሰዓት ወስያ ሰጣቸው። ያ ኢማም እኔ ብኖርም ብሞትም ምንም ዋጋ የለውም። ኖርኩም ራሴን አቂዳዬን ይዤ ኖራለሁ፣ ብሞትም ደግሞ በአቂዳዬ ላይ እሞታለሁ። ሌሎች ሰዎች ግን እኔን ሰምተውኝ እንድህ በሉ ብላቸው አይሉም። አንተ ግን አንድ ቃል قرآن مخلوق نو بله كتناقر سووش باتك علي يكفر اللو دينات شنيت أفال أدرا يهنن قال انداتل أدرا أدرا بلاتشو امنقر لأي يال موت همالت نو طيب بچاتشو انكر بزهوني تالي إمامو أحمد إسحاق يتبالو أقوتاتشو بكت تامت أنا هلوم سو باتك علي يعني تقيان يتتكمه ውስጣቸው ያመነበት ነገር ግን ከሞትና ከስቃይ ለመዳን ብለው ወጥተዋል። አንተም ይሄንን ተጠቅመህውጣ እባክህ ያ ኢማም፣ መከራን አትችልም ከዚህ በላይ። ገላ ሐልቋል፣ ሰውነትህ ደቋል፣ አንተም እጅግ በጣም ደክመሃል፣ እባክህ ተመለስ ብሎ አላቸው። ኢማሙ አህመድ ምን አሉ? ራሂመላሁ አልአወሊን የተቀደሙትንም እንድህ ብለው የወጡትን ዑለማዎች አላህ ይዘንላቸው። كانوا توضع كانوا نعم يمقدموتن بزو باسلام لا يتسقايوتن يهونو علماوچن الله يزن اللهچو كانوا توضع المناشر على اجسامهم ويشقون قلاچون اندزه ياقدمواچونا بمغاز غزغزو لهولت يسنطقواچو نبر فلا يتأوهون بزه ساعات جن منم نجر نقنق ايلوم اير بتهبتوم اير مد اير اير بدبدوم نبر سلازه امام الشافعي امام احمد منالو اذا اجاب العالم امدر لا يالو عالموج يعني فرتو قران مخلوق نو بلو ملس يسطو كهونه والجاهل يجهل جاهل دقمو ما هيم هنونو اسكمش الرشام ميكارو مكياتهم منم سلمك يزه ساعة تاريا فمتى يظهر البدع فمتى يظهر الحق انديتنو حق يفا اميوت او تاريا حق تأفى ما نتارلم سبحان الله لبادر قوان دموج اذا اجاب العالم تقية عند عالم يعني فرتو ልቤ እምነቴ ልቤ ውስጥ አለ፣ ነገር ግን በአፌ ተናግሬ ሞትን ብከላከል ይሻለኛል ብሎ ከሞት ፈርቶ እምነቱን ያልሆነ ነው ብሎ ለማምለጥ ከፈለገ ጃሂል ደግሞ ጃሂል ነው፣ ምንም ነገር አያውቅም። ያንን
ተጠቅሞ እንደ ዓሊሙ ይወጣል አፈትልኩ ሙሉ ለሙሉ ዓሊሙ በብልጠት ነው የተጠቀመው ነገር ግን ጃሂሉ ይሄንን ከዓሊሙ ሲሰማ ሙሉ ለሙሉ ተቀብሎ ይሄዳል فمتى يظهر الحق መቼ ነው ታዲያ ዓሊም ፈርቶ ከሸሸና ይፋ ማውጣት ከፈራ መቼ ነው حق ይፋ የሚወጣው ይላሉ ኢማሙ አህመድ لا اتراجع عن الحق ابدا بفصوم كحق وده ولا علم علم ملس مرض لا قوتاتشو تسفاس قرط او شنوت سبحان الله اهنو حق لاي كمتا وده ولا علم تويله الاهن ان التاقل توحيد يتكلكلنو مسجد يتسقانو ህፃናት እየተከፈሩ ነው ክርስቲና እየተጠመቀ ነው ጴንጤነት እየተጠመቀ ነው ፕሮቴስታንቶች እየዘመቱ ነው መስጊዶች አህባሾች እየወረሱ ነው መጅሊሳችን እንዳለ ተወሯል እባካችሁ ታገሉ ነቃብሉ ስትል ዝም በል ባክ ማንን ትችላለህ አድበህ ተቀመጥ ይላል አንተ ሐቅን ካላወጣ ዓሊም ሐቅን ካላወጣ ዳዒ ሐቅን ካላወጣ መቼ ነው ሐቅ የሚወጣው هنا يا أمة الإسلامية حلفتنا لا قل الحق ولو كان مرا ريت ريت بلهمكوا حقا تناقرهم أفضل الأعمال كلمة الحق عند سلطان جائر أقوى يهون من قست في اللفت قومه يمت الناقره حقنا وتلق سراب المالد تلق عملكم سنواصل بعد إن شاء الله وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين